هيجي موزعين بالتساوي على اربع كتير. بحيث اللي هو الفيرست كوارتايل هيكون فيها 25% من العينات. السكند كوارتايل هيكون فيها 50% من العينات، لان وين بيجي 50% المجموع. هلا هي فعليا هتطلع بالنص. هي فعليا هتطلع بالنص، ونص العينات اشرار ونص العينات عينات. هلا الثيرد كوارتايل هي عباره عن 75% من العينات هتكون عباره عن الكفري. خلينا نطلع على الارقام الموجوده هون. هلا اول فيرست كوارتايل عباره عن 0.25، فناقل اندكس له عباره عن 20 و 25%. احنا كم عدد العينات اللي عندنا؟ 80 80 صح؟ اوكي. هلا لو زدنا واحد على اساس بالبلس والماينس واحد لكل مره، 81 قسموه على اربعه اللي هم الفور كوارتايل الموجودين عندنا 20 وربع، بطلع معكم 20 وربع. هلا ارجعوا على العينات اللي موجوده وامشوا فيهم حتى نصل لغايه ما توصل الرقم 20 و21، لانه رقم واحد اللي بيطلع في الفيرست كوارتايل فعليا هم عباره عن 20 وربع. تمام؟ فعندنا هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاث، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. هاي عبارة عن عندي عبارة عن 100، بس ننتبه على الترتيب الموجود. هلا الترتيب الموجود أنا عندي هون مش مرتبات. كم حكينا لغاية هون وصلت؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. 12 13 14 15 16 17 بعدها في واحد بدي من هون هلا 3 هاي 18 هاي 19 هاي عباره عن 20 صح؟ معناها ال 20 نتيجه بالضبط 143 وال 21 هتيجي 145 فلازم يكون عندي هذول اللي موجودين هون 143 و145 بلاش نكون مخبشين 143 144 معناها شو اخذ هو 25 اخذ انه 20 وربع لا هاي حياخذها هون لما يجي ياخذ 20 وربع بالنسبه له الكوارتر حيكون 143 والربع اللي موجود عنده بغض النظر لا هي عباره عن العينه اللي بعديها يعني مثلا هاي 160 163 فهاي عباره عن 145 تمام هلا بعدها لغايه ما اوصل انا 50% من العينه اللي حتمثل 40.5 من الداتا اللي موجوده عندي هلا وصلنا لهون احنا 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 37 هون 37 هلا بدي من هون 3 هي 38 39 فيخلص اخر صفر معناها اول واحدة بتكون هي عبارة عن 160 وثاني واحدة 163 مظبوط تمام بنرجع هون تأكد 160 63 هلا الكوارتايل تبعتها ما دام هاي نص 101 فهي عباره عن 161.5 يعني نص القيمه اللي موجوده بينهم يعني زي الافرج بالضبط اوكي هلا هاي ربع صح؟ فاخذ ربع الفرق اللي بينهم 143 ربع بس هذيك غلط احنا 105 مش مشكله بس انا عم بحكي شو اللي كتبوه هم بس هاي لا هاي 105 يعني اذا تاخذ ربع الحين قد ايه بصير فهي بتصير عباره عن 143.5 تمام؟ هلا ال 75% نفس الطريقة بس واضح انه طالع عنده رقمين 181 في عندك 37 انا هو انا 37 حكينا 37 و 12 37 و 10 لا 37 فوق 10 و 10 47 و 10 57 معناها بدنا نوصل هاي 58 59 هاي 60 وهي 61 مظبوط 181 مظبوط بس هاي بتكون عنده غلط بدور على 75 ولا ايش اللي بده يكون عنده غلط؟ لا هي 75 اللي هي الثيرد كوارتر اللي هي 75% معناها 75% من العينات قبل فالفيرست كوارتر بتحكي لك انه 25% من العينات قبل هلا تختلف على الموضوع انه احنا اجينا قسمنا بالمره الاولى عباره عن اربعه
بس ما طلع انه كل مره الربع اللي موجود هو عباره عن رقم ثابت صح؟ احنا شو اجينا حكينا؟ حكينا انه هذول اللي موجودين هون جمعناهم وصلنا من 7 ل 24 صح؟ وقسمنا اربع هناك، لا هي الطريقه الكوارتايل انه تيجي بتقسم العينات لعدد نفس العدد من العينات في كل ربع من الارباب. هلا بهذه الطريقه ال 50 اللي هي ال 50 كوارتايل شو بتطلع معاكم؟ عباره عن البريد اللي بتفصل بالنص. بحكي لكم رأي كثير واحد بالصلاة استغفر الله العظيم بصير مراجع شو الشغلات. اوكي هلا بالنسبة للبيرسنتايل حكي لكم نفس طريقة الكوارتايل لكن بصير مقسم على نسبة واحد على مليون. هلا بالنسبة للصلاة يعني سبحان الله هي إشي بصير مع الإنسان. سيدنا علي رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام حكى إنه أنا حاطيك العباية الجبة. بدأ بعده بالصلاة فسيدنا علي بحكي وسوسة الشيطان وصلت إنه هو ما ركز بالصلاة لأنه مش عارف أي واحدة من الاثنتين يعني. ففي واحد هاي من باب النكتة الشيخ خربش في الصلاة مع نهاية الصلاة راح طلع حكى للشيخ انت خربشت اثنين ثلاثة انت مخربشتش خربشت ما خربشتش صوت واحد قال انا متأكد انك تخربشت. كان شو عمرك؟ كان عندي انا اربع شركات تراجعت حسابات الشركة الاولى في الركعة الاولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة الشركة الرابعة ما رجعتهاش. اوكي هاي بالنسبه للميني تاب هنرجع ان شاء الله للميني تاب بعد دخلنا في الفريكوانسي ديستريبيوشن واتفقنا انه في عندنا طريقتين بالنسبه للفريكوانسي ديستريبيوشن. الطريقه الاولى بنعمل ايكوال كلاسز طبعا هاي الايكوال كلاس هو الشيء التقليدي اللي احنا بنعمله لكن اذا لاحظنا انه في عندنا مشكله في الايكوال كلاس بنروح على النون ايكوال كلاس. هاي المدى احنا بنضطرها اذا كان عندنا بعض القيم متباعده في بعض المناطق او متقاربه في مناطق ثانيه فعشان نرجعها للشكل الطبيعي بنعمل هاي الطريقه بس بدكم تنتبهوا عليها كديستريبيوشن على اساس لما توصلوا للطريقه النهائيه. مثلا هون قسمناها لايكوال كلاسز حكينا انه الرينج عندنا عباره عن 169. هلا في العاده بنقسم كل رينج وعباره عن الجذر التربيعي على اساس نعرف عدد الكلاس الموجود عندنا الجذر التربيعي لعدد العينات فبطلع مثلا هون عباره عن 8.9 بالعشره اخترنا 9 ب 20 اللي هو مجموع عباره عن 180 هذول حكينا عنهم. بعدها وصلنا للانستغرام حكينا الانستغرام من خلال بنرسم الفريكونسي لكل وحده من الكلاس اللي احنا اخترناها حيطلع معنا شكل. هلا اذا طلع معنا الشكل مش بالشكل الطبيعي اللي احنا متالفين عليه اللي هو العراق في النورمال ديستريبيوشن معناها بحكي انه في عندنا مشكله في ايش؟ في الريلاتيف فريكونسي بالنسبه للكلاسز اللي موجوده عندنا. هاي هي نفس النقطه اللي حكينا عنها في حاله الان ايكوال كلاسز انه حيصير عندنا جزء من في الديستريبيوشن اللي احنا بنعمله بصير عندنا مش طبيعي فعشان هيك بنضطر في بعض المناطق انه احنا نكبر الكلاس او نصغر الكلاس اللي موجوده. هلا بالنسبة للبين فريكونسي والبين ويد هلا هو بيسمي الكلاس بين فهي نفس التعريف انا بسميها الانترفال كلاس. حكينا عن هاي نحن في عندنا مشكلة حتكون في المناطق اللي على اليمين في المناطق من فوق. بعدها جينا حكينا عن الكوميوليتيف فريكونسي بلوك اللي حكينا لازم يطلع على شكل اسكير. حكينا اذا ما طلع على شكل اسكير معناها في عندنا مشكلة في المنطقة اللي ما زبطت يعني طلعت معنا المشكلة هون هاي مثلا طالعة هيك معناها النورمال ديستريبيوشن الموجود عندنا هاي المنطقة واضح انه العينات كانت الفريكونسي لها عالية. اوكي اذا طلع معي الشكل هون ما بدا بالتحدب معناها في الوسط في مشكلة اذا في النهاية ما بلشت انزل معناها كمان الفريكونسي الموجود هناك بدها تكون عالية. هلا هون بعض الاشكال اللي بتحكي لكم عن بعض المشاكل اللي ممكن تصير حكينا عنهم هي العلاقه بالعلامات مثلا هون عباره عن نيجاتيف او ليفت سكيو عندي مشكله منطقه شمال اللي في الوسط عباره عن سيمتريك واللي على اليمين عباره عن بوزيتيف او رايت سكيو. هلا في المستقبل حتصير كل وحده فيهم تعني شيء بالنسبه للكمبيوتر اسكير يعني مثلا لو انا اجيت ارسم الاسكير بالنسبه لهاي
كيف هاي المعنى؟ بالضبط اللي هو الكوميونيتي. انا اول حاجه لازم اوصل للكوميونيتي صح؟ فلما اجي اوصل للكوميونيتي هيصير معي هيك، اول عينه هي اصلا قراءتها كبيره، الثاني عينه حتزيد، ثالث عينه كمان حتزيد بس بطريقه اقل، بصير كانه كونستنت، بعدها حتزيد بطريقه اقل، بعدها حتزيد كمان بطريقه اقل، بعدها حتزيد بطريقه اقل، بعدها حتزيد بطريقه اقل. فواضح كثير لو انا اجيت بدي ارسمه بيطلع واقف باولها، حيطلع واقف باولها ونايم باخرها. ليش؟ لانه هاي المناطق اللي هو الاسلوب اللي عالي، الفرق بينه كبير وبعد الفرق صار اقل، فبالتالي ما بيجي معاه على الشيء اللي احنا حكيناه انه بده يكون هيك. هلا لو رحنا الرسم اللي هناك وين حتظهر معي المشكله؟ حتظهر معي المشكله بالاخر، انه بالاخر حيطلع معي بالاول هو هيك بنزلش، بالاخر حيعمل هيك. السبب انه الكوميونتي اللي هون عم بصير يزيد في النهايه، عشان هيك بصير. هلا بالنسبه للانستغرام مش شرط كثير انه الانستغرام يمثل قيم، احيانا كثير ممكن الانستغرام يمثل الوان، ممكن تمثل عينات، ممكن تمثل انواع سيارات، ممكن تمثل عدد طيارات، فمش شرط دائما انه يمثل في النهايه كاتيجوريز معينه، ممكن تكون في النهايه الانستغرام اللي عندك ترسم فيه مثلا الريلت فريكونسي مع الوان، مثلا اكم سياره حمراء في الشركه، اكم سياره خضراء في الشركه، فبصير مش شرط الترتيب اللي له، والترتيب لا يعني شيء. لكن اذا انت كنت تحكي عن تيستينج، يعني في عندك اكسبيرمنت عم بتشوف نتائجها، لا بده يكون تابع لواحد من الديستريبيوشن اللي حكينا عنه. فبشكل عام بيجي بقسمهم الاوردينال اللي هي بدها تكون لها علاقه في الناتشر اوردر، اوكي؟ الشغلات الثانيه هي عباره عن نومينال مثل الجندر والكلام، يعني هل بتتطلب انه يكون شكل الديستريبيوشن له علاقه انه الديستريبيوشن في الوسط اعلى من الاطراف اللي هو زي نورمال ديستريبيوشن في حاله الكلام او الجندر؟ ما له علاقه. مثلا لو بدك ترسم كميه المطر مع السنوات في اخر 50 سنه، لا بهمنا الترتيب يا شباب. هلا بهمك الترتيب، لكن هل بهمك كثير انه لازم يطلع معك في نص السنوات اعلى شيء على الاطراف اللي يقول على الاطراف الشمال فرق كبير؟ تكون ما لهاش علاقه. ففي شغلات ما بتكون لها علاقه في تيستين بتكون بشكل عام ما لها علاقه. مثلا هاي عباره عن انستغرام لموديلات طيارات اللي هي عباره عن ايرلاين، فبصنفهم حسب النوع تبعهم. هل في داعي انه يطلع له شكل؟ لا لا. هلا امرار كثير بهمني الاعلى فريكونت ديستريبيوشن فالاقل، فهي الحاله شو باجي بعمل فيهم؟ برتبهم ثلاث. ليه؟ لانه بتكون مثلا دراستي شو اكثر وحده وشو اقل وحده، بصير في هاي الحاله بهمني الترتيب تبعهم، بهمنيش الشكل اللي لهم ولكن بده يطلع مع السنوات. هلا بالنسبه للبوكس كثير حيهمنا، كثير حيهمنا، لكن بشكل عام يعني الانديكيشن اللي بعطيه هو عباره عن بوكس او تشارت معين. لما انت ترسمه بعطيك الفيرست والثيرد الفيرست والسكند والثيرد كوارتايل، طبعا السكند كوارتايل بنسميه الميديان هي القيمه اللي في الوسط، بيعطيك الماكسيموم والمينيموم فاليوز. فاحيانا كثير بيستخدموا بعض الشغلات، هلا مش مركز بس هي ترتيب ارقام بشكل كبير. اوكي. من ضمن الشغلات اللي احيانا كثير بنستخدمهم في الرسم، من شوي صغير حكينا عن الانستغرام، احيانا كثير بنستخدم اللي هي عباره عن التايم سيكونس، خصوصا في الشغلات اللي لها علاقه بالزمن. مثلا كميه الامطار في اخر 30 سنه. هلا الانستغرام مش هالشيء مفيد، يعني دقيقات في النهايه. اوكي؟ فعشان هيك بنيجي مثلا بنرسمها مع الزمن. وبتعمل لسكيب مثلا، هون عباره عن رسمه في السنوات اللي مثلا بتمثل ممكن كميه المطر في اخر مثلا 20 سنه، او ممكن مثلا الثلوج عمق الثلوج في اخر 20 سنه. فانت بترسم الشيء اللي انت بدك اياه وبترسمها ضمن السكيل اللي انت بدك اياه، يعني مش شرط انك ترسمها سنوات، ممكن ترسمها مثلا على السيزون او على الشهر او على الشيء اللي انت بدك اياه، او على العقد حسب التفصيل اللي انت معرفه.
هلا في العادي كيف بنرسمهم؟ تبدا في ادق درجه بعديها بتصير جنرال جنرال على اساس تشوف انديكيشن. شو يعني؟ مثلا شو سعر الدولار اللي موجود اليوم؟ بتيجي بتفتح على مثلا على الصفحه وبتعرض سعر الدولار بناء على كل خمس دقائق. بناء على كل خمس دقائق شو سعر الدولار؟ اذا لاحظت انه فيش انديكيشن كبير شو بتيجي بتعمل؟ بتوسع، بتصير تاخذ كل ربع ساعه، بتصير تاخذ كل ساعه، بتصير تاخذها كل يوم، بعدها بتصير تاخذها كل اسبوع، كل شهر، بعدين بتصير تاخذها بالسنوات. فانت بتصير حسب السكيل اللي انت بدك اياه. اذا انت ما شفت تاثير مثلا خلال ساعه بتوسع على اساس تشوف هل على السنوات عم بتغير ولا بتغيرش. اذا شفت على السنوات بتغيرش بتصير مثلا تفتش على رينج في 10 سنوات. لانه كل طبعا ليش ندرس هذول الشغلات؟ في شغلات كثير بتصير تتكرر مع الزمن، هل هي ثابته ولا مش ثابته؟ مثلا انت ما بتعرف انه الدينار انثبت على الدولار. واجيت بلشت ترسمه. رسمت على نص ساعه طلعت معك ثابته. على الساعه ثابته، على اليوم ثابته، على الشهر ثابته، على السنه تفاجأت على السنه انه قبل سنه معينه ما كانتش ثابته، معناها ما كانتش قبل هاي السنه ثبت على الدولار. فانت بتصير تعرف هاي السنوات شو السيكونس اللي موجوده. احيانا بنستخدم نظام اللي هي ديجي دوت بلوت، طبعا بترسم عده نقاط. هلا هون بعطي اكزامبل هو عباره عن الكومبلكس سترينث على عدد العينات. هلا صدقا هذا الاكزامبل يعني ما بيمثل الشيء اللي انا بدي اياه. هاي الشغلات الاكثر رسومها مثلا تغيرها مع السنة الديجيتال. هلا في المقابل هاي العلاقه مثلا اف سي برايم اللي عباره عن كومبلكس سترينث، لا بنروح على الانستغرام. الانستغرام بيمثلها اكثر، يعني بتفيدني اكثر في حاله الانستغرام. بالنسبه للديجيتال ما دام الشيء مش متغير مع الزمن لا يعني شيء. في المقابل لو انا اجيت حكيت لكم اقول قراءه الكومبرسيف سترينج في عينات الباطن اللي انت احتفظت فيهم لمده 3 سنوات نفس الباطن لكن اعطيني السترينج اللي لهم مع السنوات، هلا بصير يعني شيء. شو الشيء اللي بصير يعني؟ هل مع الزمن قوه الباطن ضعفت؟ ولا هل مع الزمن قوه الباطن زادت؟ ولا مع الزمن فيش تاثير؟ ونفس الحاله بصير ترسمها مع سكيل. هلا هون لما انا اجيت طلعت على قوه اللي هي الكومبرسيف سترينث مع للباطون بدون زمن ولا بدون ولا اي شيء، هل بالنسبه لي فعلي شيء؟ عشان هيك بعض الرسمات بتصير الدوتس مع الزمن تعني شيء. اوكي، هلا نيجي نحكي شوي نصير مع الشيء اللي علاقه في الشيء اللي بلشنا فيه محاضره اليوم اللي هي عباره عن كونستراكشن بالنسبه للبروبابيلتي بلوت. هو كان السؤال من وين نجيب الفانكشن، صح ولا غلط؟ فاول شغله احنا بنعملها عشان احنا نرسم البلوت بنيجي بنبدا بترتيب العينات الموجوده عندنا اللي هي القراءات الموجوده عندنا او الاوبسرفيشنز، سواء ترتيب تصاعد او ترتيب تنازل. وفي العاده بنفضل ان نكون سنج على اساس انه احنا بعض بنصير نتعامل معها من خلال الكوميولتي فريكونسي. فبنصير ناخذ القراءات نطرح منها نص ونقسم على عدد العينات اللي موجوده عندنا على اساس يطلع معنا اللي هو الفانكشن اللي احنا بنريده. مثلا هاي كان عباره عن اكزامبل هو عباره عن الافكتيف سيرفيس لايف بالنسبه لبطاريات الكمبيوتر. طبعا هاي الرسمه مرسومه عندنا لعدد معين اللي عباره عن 10 عينات، وكل عين من هدول العينات كم اللايف اللي لها سواء في السنوات او في الدقائق او في الساعه. يعني ممكن القيمه تكون يعني المنطق بيحكي انه هاي القيمه تكون في ايش؟ على اقل تقدير في الساعه في وحط بالمنت يعني مش منطق يعني مثلا بطاريه اللابتوب بتثبت معك 176 دقيقه. هلا اذا قصده كم دقيقه بتثبت على الشحن الواحده بيمشي حالها، بس كم دقيقه بتثبت كعمر؟ هلا على الشحن الواحده اكيد يكون الحكي منطق. فاول حاجه بدانا فيها اخذنا كل هذول العينات اللي موجوده، وواضح انه احنا رتبناها ترتيب تصاعدي. مره ثانيه طلع العينات اللي هون من 1 لعند 10 جميعهم مرتبين ترتيب تصاعدي. بعد ما رتبتهم بترتيب تصاعدي على اساس انه استخدم نظام الكوميونتي، اجيت حكيت انه كل واحد فيهم ماينس نص على 10.
اللي هو الترتيب اللي لقيتها ناقص نص على 10، وبعد ضربناها حولناها لا اللي هي 100%، فبطلع معي هذا الترتيب الموجود من هون اللي من خلاله انا بطلع ابسط حرف. هلا هذا الخط شو بحكي؟ الفانكشن اللي موجود عباره عن ايش؟ مثلا هون بحكي له عباره عن نورمال. هلا لو قررنا نحوله لنورمال ديستريبيوشن، يعني انا باجي هون بحكي علاقه اللي هي عباره عن الفانكشن density function تبع الاحتمال، الاحتمالات الموجودة عندي هو عبارة عن خط اللاين الموجود. هلا كيف نحسب خط اللاين حنحكي عنه في المستقبل، لكن على الأقل واضح إنه لما طلعت عليها بعد ما عملت الكوميوليتيف اللي موجود عندي واضح إنه العلاقة هي عبارة عن لينر كdensity function كاحتمالات. ماشي. هلا لو بدي أعمل له normalization أحوله كnormal distribution شو بعمل؟ إذا متذكرين كنا اللي نيجي نعمله هي عبارة عن حول لقيمة زد. أيوة. اللي عبارة عن القراءة ماينس المين على. أيوة. على السيجما. بالضبط. أوكي. فمن خلالها إذا بتطلع القيم اللي صاروا عندي هنا هون صفر، هون سالب 1.65، هون بنص 1.65. فأنا هيك بحول بكون حولت باتجاه النورمال ديستريبيوشن. فبضلني أحول هدول الفانكشنز لغاية ما أعرف شو الفانكشن المناسب اللي موجود عندي. هلا هاي هل بتحقق نورمال ديستريبيوشن ولا لا؟ هلا اطلع عليها هيك واضح انه تقريبا نصهم على نصهم قبل الصفر ونصهم بعد الصفر. عشان هيك من هاي كفانكشن بقدر اعملها نورماليزيشن. هلا كمعادلات خط هنبدا نتعلمهم في المستقبل شوي شوي. هلا هذا الخط بالنسبة للنقاط ايش بيمثل؟ مثلا الفانكشن اللي احنا كنا راسمينه هون واضح ان النقاط تتناسب مع الخط، تتناسب مع النورمال ديستريبيوشن اللي انا راسمه. فيش تشتت. لكن لو انا اجيت وطلعت عليها هون واضح انه انا عندي مشكلة كبيرة انه هذا الفانكشن اللي انا عرفته مش منيح هون، مش منيح هون، بس منيح في الوسط. نعمل تو فانكشنز او فانكشن ثاني او بفتش على فانكشن جديد. مثلا بيجي بحكي لك هون حسب النورمال بروبابيلتي بالنسبه لهاي البلوت، هاي طبعا للنورمال ديستريبيوشن. لو فرضنا انه هل هو بحقق النورمال ديستريبيوشن ولا لا، بحكي لك انه اي عباره عن لاين تيل ديستريبيوشن. شو يعني لاين تيل ديستريبيوشن؟ انه بالنص، يعني انه هلا واضح انه على الاطراف على التيل، على الاطراف على الديت اللي على اليمين واللي على الشمال ضعيف. يعني ما بقدر انه يعطيني القراءات وما بقدر يعطيني الاحتماليه صح. هلا دائما اللي في الوسط هذول الاطراف اللي هم عباره عن تيت الموجودين في النص. ماشي. هلا انا المشكله وين موجوده عندي؟ موجوده على الطرف اللي على الشمال وعلى الطرف اللي على اليمين مباشره. هذا لما اطلع عليه عباره عن لايت تيت ديستريبيوشن. هلا لو اجينا هون اقرب للنقطه، هلا واضح انه صارت هي تقريبا ثابته. شو المقصود كميه؟ يعني كميه هلا هاي كرسمه هذا الاكس شو كان يمثل لي؟ وين هذا الاكس البيان؟ شو فريكوانسي؟ فريكوانسي. ماشي. فواضح انه انا عندي كميه القراءات اللي هون، كميه القراءات اللي هون اللي ثابته عاليه، كاني عامل يعني رسمه هيك شكلها زي كأنه ثلاثة ثابتات هناك وإيش زي هيك. بالضبط. يعني هو عبارة عن ثلاثة ولا أربعة ثابتات، بعض قراءة زي هيك، قراءة زي هيك، بعدين برجع بالقراءة زي هيك، بعد كمان نفس الشيء برجع في عندي مشكلة في المرادف كلها. فعشان هيك شو مسميها؟ هيفيد. شو معنى هيفيد؟ معناه إنه هاي المرادف فيها قراءات زيادة عن النورمال ديستريبيوشن نحن بنتوقع. لو جينا على اخر واحدة اللي عبارة عن سي، بنحكي عبارة عن رايت سكيو ديستريبيوشن اللي لها علاقة في السكيل اللي احنا كنا نحكي عنه من شوي. طبعا اخر شيء، طبعا هدول العينات احنا بنقدر نصير نرسمهم من خلال المينيتاب، وعلى المينيتاب بصير تشوف الدقة اللي احنا بنحكي عنها. مثلا هاي الرسمة على المينيتاب بتعطيك المين والستاندرد ديفيشن وعدد العينات الموجودة والديفالي هل في عندكم مشكلة ولا لا؟ فهذول الشغلات نبدأ.
نشوف يعني هل يعني كيف نصير نتدرب عليه باستخدام برنامج بعدها حننتقل بعدها على الهايب اوفيس تيستينج بعد ما نتاكد من دور التفاصيل ونواصل الجميع بطريقه افضل. ان شاء الله اليوم بكون عندكم الهوم ورك شابتر 2 3 4. هطلع جاي بنغطي بالتفاصيل اكثر اللي هو شابتر 6 اللي هو العلاقه بالستاتستكس. خلينا نحكي اكزامبلز اكثر على الشغلات اللي التزمنا. وبعد المحاضره اللي بعد ان شاء الله حنروح على الهايب اوفيس تيستينج. بس خلينا نشوف سامي.